بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وصلتني سماعات أبل إيربودز برو، طبعاً أنا طلبتها من إكسترا لأنه موفرون خدمة جميلة اللي هي خدمة بلغني، فلو ما كان متوفر عندهم تقدر أنك تضغط على بلغني، تحط رقم جوالك وأول ما يتوفر المنتج راح يرسلوا لك رسالة نصية ويرسلوا لك إيميل. فاليوم راح أعمل عملية فتح صندوق سريعة، فالعلبة ما تختلف كثير عن العلبة اللي كانت موجودة سابقاً في الإيربودز العادية، وأول ما تفتح الصندوق راح تحصل كتيب التعليمات وبعدها راح تحصل علبة الشحن، وبعدين تحت علبة الشحن راح تحصل شيء جديد ما كان موجود في الايربودز العادية اللي هو الاير تيبس، لانه الان تجي باير تيبس مختلفة، والحاجة الجديدة انه سلك الشحن هو من يو اس بي سي الى لايتنينج، وداخلها الاير تيبس اللي هي بالحجم الكبير والحجم الصغير، لانه الحجم الوسط راح يكون مركب على السماعة نفسها. طبعا انا دائما اذا فكيت الصندوق احب اني ارجع كل شيء مكانه. الحاجه الجديده اللي او الحاجه اللي حاب اشارككم فيها انه سماعات القديمه باذن الله راح اسوي عليها السحب، فكل اللي عليك انك لو حبيت انك انت تدخل في السحب انك تعمل ريتويت ايضا للتغريده اللي راح احطها في وصف الفيديو تحت، تغريده جديده اللي فيها هذا الفيديو. كل اللي عليك انك تعمل متابعه لحسابي في تويتر وتعمل ريتويت، ووقتها باذن الله راح أعلن عن الفائز. فاللي حاب أنه يدخل في السحب على سماعات إيربودز برو يعمل ريتويت للتغريدات اللي موجودة في الوصف. ولو حاب أنك أنت تشتري أنصحك أنك أنت تشتري السماعات من أمازون، الآن عليها تخفيض تقريبا 234 دولار، يعني راح تحصلها 900 ريال، فمع الشحن راح تكلفك تقريبا 60 ريال، هي أرخص من سعر السوق السعودي اللي متوفرة فيه الآن ب1100، يعني راح توفر تقريبا حدود 150 ريال، لكن راح تخسر الضمان انه لو اشتريتها من امازون راح يكون الضمان لمدة سنة، لكن لو طلبتها من السوق المحلي راح يكون الضمان لمدة سنتين. ياريت تشتركون بالقناة لاني راح اعمل مراجعات كثيرة عن السماعات واعداداتها وكيف تتحكم فيها، لكن كنظرة مبدئية اول ما استخدمتها ما حسيت انها تناسبني كثير. اول ما ركبها في السماعه احس انه يحتاج لها فتره عشان انه اذني تتعود على الضغط اللي يصير مختلف لما تركب سماعه واحده مثلا في اذن، الثانيه يحتاج انه الجسم يعادل ضغط الاذن. انا عندي مشكله في بعض الاحيان في الاذن، خصوصا بعض الاحيان لما اركب الطياره، فيمكن ما تناسبني كثير. راح اجربها الايام القادمه وراح اقول لكم رايي بعد التجربه. فلا تشتركون بالقناه، ولو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا تحت في خانة التعليقات وسألوني على حسابي في السناب. ولا أنسى أنه لو حبيتوا أنكم أنتم تدخلون في السحب على سماعات إيربودز برو الجديدة أو سماعاتي القديمة، اعملوا ريتويت للتغريدات اللي راح تحصلون رابطها في الوصف تحت. يعطيكم الف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.